السروبان أو الأباكس طريقة تربوية يابانية منهجية شقت طريقها عبر العالم لتصل إلى الجزائر، ومدارس خاصة بولاية تمثيلة انتهجتها، برنامج يعتمد على أدوات لإجراء عمليات حسابية مختلفة نظرا لمميزاتها الإيجابية. الحساب الذهني أو ما يعرف بالسروبان هو طريقة لتنمية قدرات الأفراد من الانتباه والثقة بالنفس والذاكرة والتركيز وسرعة القراءة والكتابة. هذه الطريقة التي جلبت كثير من الناس اهتمام الأطفال لعلاج صعوبات التعلم ولزيادة قدراتهم الذهنية. نتائجه الإيجابية في التحصيل العلمي لدى التلاميذ وقوته في تطور الأداء وتعزيز الثقة في النفس جعله يحظى بثقة لدى الأولياء. الهدف الأساسي هو تكوين الشخصية، الثقة في النفس في نفسها يعني، ولاحظنا تغيرات كبيرة عليها. الآن معناها في البيت تتصرف كأنها شخص كامل الشخصية. حضور أزيد من 100 طفل داخل قاعة متعددة الرياضات بعاصمة الولاية للمشاركة في مسابقة الولائية للرياضات الذهنية للأطفال ورفقة أوليائهم صورة تعكس أهمية طريقة السروبان. أشياء بزاف تبدلت في حياتي بعد الدخول إلى السروبان، كالثقة في النفس، ما نخافش كي ندخل ليكزامان، راني نخاف من سوجي صعيب، راني نبدل حاجة، راني ما باليش بعض القصاي وليت كلش ساهل. رياضة السروبان استفدت منها كثيرا خصوصا في مادة الرياضيات، وكنت غير مركزة فيها، فقد كنت الآن مركزة فيها كثيرا وأجلب العلامات العليا. يبقى برنامج السروبان برنامج يستقطب العديد من الأطفال لتعلم تقنيته لما له من آثار إيجابية كتنمية الذكاء، ومبادرة فكرية ثمنها الأولياء ينتظر تعميمها عبر بلديات الولاية.